عبد الستار، هل النقد يفيد الفنان او ضره؟ النقد هو مثل الذهاب الى الدكتور للعلاج حقيقه. النقد هو المراه التي تعكس الهنات والتميز في هذا العمل او ذاك، وبالتالي لابد من وجود الناقد. الناقد متخصص، وليس كل من يأتي يكتب وكل من يحمل الميكروفون يكتب. الناقد هو عيننا، هو ذكاؤنا، هو الروح الحقيقي والشفافية العالية. هذا ما أعرفه عن النقد، وهو دراسة متخصصة وفرع خاص في معهد الدراسات الأكاديمية في للفنون أو المسرح أو الثقافة. بدون النقد سنتعثر، سيكون الشارع مرتبكا، ستكون روايتنا متعثرة، وهكذا بقية الأشياء. حاليا ظهرت كثير من الشخصيات على السوشيال ميديا تنتقد الأعمال، فكناقد شلون تقدر أن تتوصل الرسالة الصحيحة حق الناس وتضلل الرسائل الخاطئة؟ أنا أحترم الجهود التي يقوم بها السوشيال ميديا، ولكن هنالك حالة من النقد عالية المستوى، يجب أن في تخصص أكاديمي لرعاية كل شيء. لا يمكن الذهاب إلى طبيب غير متخصص. أنت مثلا تعاني من مشكلة في العيون، لا تذهب إلى طبيب الأسنان أو طبيب الأذن، تذهب إلى طبيب العيون، وبالتالي لابد من وجود تخصص في هذا المجال. النقد هو دراسة متخصصة، مثلها مثل الإخراج، مثلها مثل التأليف، مثلها مثل التمثيل. ليش يكون منطقة أضعف؟ لما يكون هو المنطقة الأضعف لأنه هو غير متخصص، وبالتالي علينا أن نتحمل جوانب السلبية بالحضارة. هذا جزء من سلبيات الحضارة وعلينا نتحمله، ولكن المسيرة الماضية بنقادنا ومبدعينا وكتابنا في كل مكان في أنحاء العالم العربي. شكرا لكم، وهنيكم على التغطية حقيقة. أنا شفت تغطيتكم البارحة، كانت تغطية متميزة تدعو للفخر والاعتزاز بإعلام بحريني متميز. البلاد دائما بالقمة دائما.